طبعا ان يكون في فرصه يكون في هذا العدد من الشباب موجود في مكان واحد، ده طبعا اي اعلامي لازم يكون يجري على مثل هذا المكان عشان يسمع، عشان مش بس عشان يقول، يعني هو عاده بيقول، لكن فرصه ان هو يسمع اكتر مقترحات اسئله يكون في تواصل بهذا الشكل، اعتقد انها فرصه بالنسبه لي وبالنسبه لاي زميل بيحضر، ده دي فرصه ذهبيه بالنسبه لي. لا، دور الاعلام في الفتره المقبله زي دور الاعلام في الفتره اللي فاتت، زي دور الاعلام في اي وقت، دور الاعلام هو ان يعلم الناس بالحقائق، ودوره ان هو في بعض الاحيان ينقل صورتهم.